تعرف ان انت عندك فرصة كل يوم 5 مرات ان ذنوبك كلها تتغفر؟ تعرف؟ لا ما تعرفش، عشان لو عارف كنت عملت. يلا بينا نعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم فضل من ربنا سبحانه وتعالى جعله على ايده صلى الله عليه وسلم، جعل الفضل دوت اننا كمسلمين عندنا فرصة كل يوم 5 مرات ان ذنوبنا كلها تتغفر واحنا ساكتين ونايمين في العسل ومش واخدين بالنا. ايه الكلام ده؟ او الكلام على ايه؟ انا اقولك الكلام على ايه. حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ابو هريرة اللي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. والله ثم والله كثر خير الله وفاض. سبحان الله. والله يا أخويا إن من فضل ربنا علينا إحنا المسلمين إنه جعلنا في الدين بتاعنا أعمال صغيرة تاخد مجهود قليل ووقت قليل، ولكن الأجر والثواب عظيم. يعني أنت لما تيجي تقعد بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء 5 دقايق أو 10 دقايق تسبح ربنا 33، تحمد ربنا الحمد لله 33، تكبر ربنا الله أكبر 33 كده 99، تقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، خطاياك كلها تغفر وإن كانت مثل زبد البحر. الحمد لله على نعمة الإسلام، والله وكفى بها نعمة. أشوف وشوكوا على خير إن شاء الله بكرة في فيديو جديد. أوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، أوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس، أوعى تنسى صيام 2 وخميس من كل أسبوع اقتداءً بسيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سلام عليكم.